قصدت هذه الفتاة الألمانية جناح دولة المغرب لتزين يدها بنقوش الحنة المميزة. هنا تشارك المغرب ودول عربية أخرى في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في دورته 52، معرض يتخلله فعاليات واتفاقيات واجتماعات بين الوفود المشاركة بهدف رفع عجلة الاقتصاد والسياحة فيما بينهم. نحاول نشرحوا لي زانفيتي ديالنا على الحنة ديالنا بأن تراديسيون ماروكان، وكنديروها في الأفراح، في الأعراس، في مناسبات المولود. و هل شايفين في إقبال عليها من قبل الأجانب هون؟ نعم، تيحبوها بزاف. Yes, I like it very much. I had a friend also who was Moroccan and I know it and it's very I love it. I would say that they have to do it once in their life. Because it's not like a tattoo, it's just temporary. So, but beautiful, you can change, yes. المشاركة العربية في هذا المعرض كانت مميزة. شركات سياحة وسفر وأوتيلات وفنادق فخمة كلها حضرت بقوة وعرضت أفضل ما عندها لجذب الزائرين. اليوم لي بروفيسيونيل الكل جاوا من تونس باش نعملوا البروموسيون تاع لا ديستيناسيون. إن شاء الله ثم بوادر نجاح للسياحة التونسية، وكلنا إن شاء الله نقضي موسم جيد إن شاء الله. مبسوطين كتير بوجودنا ببرلين وبالآي تي ببرلين، لأنه نحن هالسنة هي أول سنة عم نفوت على السوق الألماني. عنا دايركت فلايتس على برلين وعلى دوسلدورف، وهيدي الدايركت فلايتس هي بتخص الدايسبرا او اللبنانيه الفلسطينيه اللي عايشين هون، اللي بدهم ينزلوا على لبنان يزوروا اهلهم بالصيفيه كسيمستر، بلس اهلنا السوريين اللي موجودين هون وبدهم ينزلوا على سوريا. شارك الان يمكن المره الثانيه تحديدا في معرض برلين، لانه بنرى انه لابد من انه مشاركتنا تكون مشاركه هادفه نوضح فيها منتجنا السياحي ومواردنا السياحية وانشطتنا السياحية المتوفرة في ولاية البحر الأحمر. باش نعاود نوسع عدد السواح الألمان والأوروبيين اللي يزوروا الجزائر. في السنوات الأخيرة هذه في عدة جنسيات بتزور الجزائر لعدة برامج صحراوية، بيئية، تاريخية إلى آخره. أعتقد أن المشاركة السنة دي مشاركة ناجحة. الترافيك من أول يوم كان ترافيك مناسب. شركات السياحة والمهتمين بالسوق المصري كانوا دائما بيسألوا على المقصد المصري سواء كان في شرم الشيخ أو في الغردقة. احنا بنقدم أولا منتوج مدينة أكادير وجهة سوس مسا، هي مدينة سياحية معروفة ببحرها الجميل والشمس طول العام، وهي مدينة سياحية في المغرب. ولعل أبرز ما لفت الانتباه في الأجنحة العربية هو الزي التقليدي لكل دولة، إضافة إلى المأكولات والمشروبات التي تتميز بها، كما أن الفنون الحرفية لم تغب عن هذا الحدث العالمي. أنا برسم بالرسم على الرمل، بالرمل على نستعمل عدة ألوان طبيعية، يعني شيء جديد هذا بالنسبة هنا في ألمانيا، يعني هذا الرسم بالرمل تقنية جديدة وخاصة في الجزائر فقط. المعرض هذا سيكون وجهة لآلاف الزائرين في عطلة نهاية الأسبوع، والذين سيقومون بالبحث عن أفضل الأماكن السياحية لرحلتهم المقبلة. إذا تسعى المشاركة العربية في هذا المعرض إلى التعريف بحضارتها وبيئتها الجغرافية بهدف التشجيع على السياحة وبناء علاقات مع دول أخرى. عبد الرحمن عبد الحليم، قناة ماي تي في، من العاصمة الألمانية برلين.